بكثير من العزم والاستشراق صوب مستقبل يأملون أن يكون أجمل من حاضرهم، يسير هؤلاء الفتية في حركة منتظمة نحو مقاعدهم الدراسية لأداء امتحانات الشهر الأول من عامهم الدراسي. هؤلاء الطلاب الحالمين باستكمال المرحلة الثانوية هم عينة يمثلون قرابة ربع مليون طالب وطالبة ممن التحقوا هذا العام بالعملية التعليمية في ساحل حضرموت. العملية التعليمية بحضرموت الساحل تخطو خطوات متقدمة فيما يتعلق باستقرارها، حيث تم الإعداد لها إعدادا جيدا، والآن نحن على مشارف اختبارات الشهر الأول، حيث يجلس على هذه الاختبارات أكثر من 250 ألف طالب وطالبة وتلميذ وتلميذة للاختبار الشهر الأول حسب الخطة الفنية المعدة من قبل شعبة التوجيه والمناهج للمقررات الدراسية. انتظام سير الحصص الدراسية يأتي في ظل ضغوطات وتحديات تواجه الإدارة التعليمية بالمحافظة. النقص في الكتاب المدرسي واستيعاب آلاف الطلاب العائدين من خارج البلاد، وكذا النازحين الوافدين من المحافظات الأخرى ودمجهم في مدارس المحافظة، تعد نماذج لتلك التحديات. لدينا إشكالية واحدة فقط، وهي الكتاب المدرسي، وأن مكتب التربية والتعليم أو مكاتب التربية والتعليم بالمحافظة ليس لها علاقة بالكتاب. والحمد لله نقول أنه المخزون في المدارس وفي إدارات التربية والتعليم خاصة للصفوف العليا يتم الاستفادة منه. بالنسبة لاستقبال الطلاب النازحين على مستوى مدينة بن شهاب، حسب التعليمات مكتب التربية والتعليم عملنا على تسهيل أمور النازحين سواء من المحافظات الأخرى في اليمن أو طلاب القادمين من خارج الجمهورية من السعودية ومن بعض البلدان الأخرى. القطاع التعليمي ومؤسساته كانت ولا تزال من أكثر القطاعات التي توليها قيادة المحافظة اهتمامها، فقد استحوذ هذا القطاع وحده على 35% من إجمالي المشاريع التي نفذتها السلطات المحلية خلال الثلاث السنوات الأخيرة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.